إذن أول لعبة من الدورة الثالثة كالتالي. أول صفارة هتنطلقوا، هبدأ أنا بالتوقيت. هيكون عندكم طاولة كبيرة هناك عليها خمس حاجات مرقمة على عددكم ومغطينها بسجادة. المطلوب منكم ترفعوا السجادة، عندكم 15 ثانية. في حاجات متغطية تحت المفروض إن أنتوا تحفظوها، تحفظوا شكلها وترتبها. هتخلص ال 15 ثانية، هتنطلقوا. بعد كده يا شجعان هتيجوا هنا عند الحاجز الأول، عندكم حبل مربوط عليكم، هتحطوه بالحديدة وفي أربع لفات المفروض إن أنتوا تفكوا الرابطة أو العقدة. بعد كده هتشيلوا الحديدة من الحبل، هتنطلقوا. أول حاجز عندكم هنا الزحف، تاني حاجز توازن، تالت حاجة هتوصلوا على الطاولات الأخيرة مرقمة من 1 لـ 5 على عددكم. من 1 لكام؟ 5. ممتاز. المطلوب منكم يا شجعان عندكم 30 ثانية ترتبوا الأشكال زي ما شفتوها في أول اللعبة، نفسها بالظبط، نفس الترتيب. كل شجاع من كل فريق هينطلق. اللعبة يا شجعان مش محتاجة سرعة على قد ما هي محتاجة تركيز. الشجاع اللي هيعمل الأشكال كلها صح زي ما هي موجودة في أول الطاولة هيكون ليه نقاط أكتر. إذن مش بالسرعة، بالتركيز والحفظ. متفقين؟ متفقين. تحدي سهل جدا، ولكن الفريق اللي هيكون متسرع هو الفريق اللي هتكون نقاطه أقل. أي سؤال؟ لا. إذن شجعان معاكم 15 ثانية عشان تحفظوا الحاجات و30 ثانية عشان ترتبوها مرة تانية في آخر اللعبة. اعملوا خطتكم وخلينا نبدأ اللعبة. يلا. المسابقة الأولى بالدورة الثالثة وهي أول مسابقة لي بالفريق البرتقالي كانت عبارة عن أشكال لازم نحفظهم، بعدين في حواجز أول حاجز بعدين ثاني حاجز بعدين في أشكال نفس الأشكال بس هم ملخبطين، إحنا لازم نحطهم بالترتيب. إذن 15 ثانية عشان تحفظوا الأشكال، 30 ثانية عشان تطبقوها في آخر اللعبة. 1 2 وبدأنا مع التوقيت واللعبة. شجعان احفظوا الشكل كويس وارجعوا غطوه تاني. انطلاق الحديدة في الحبل. يلا يلا فكوها من تحت. فوق يلا فوق. برافو برافو. يلا عسلتين يلا. لا شوية شوية اربطها كويس. يلا ممتاز ممتاز. يلا انطلاق. نسك كالعادة متقدمة دائما. برافو يا نسك. أنا الخطة اللي اتبعتها إني آخذ من أعضاء فريقي وأرتبهم على حسب أعضاء الفريق الثانيين، فمن خطتي كانت إنه أخلي نواف مع محمد وسارة مع منصور، بس هم صاروا يغيروا ويبدلوا لما إحنا نبدل هم بيغيروا. يلا خلص. مكانكم مكانكم. النسك خدي وقتك لسه معاكي 10 ثواني. ينطلق، غنوة تنطلق، ويا ترى مين اللي هيسبق ومين اللي هتكون نقاطه أكتر؟ آدم. يلا يا آدم. برافو يا غنوة، برافو عليكي. يلا أيوة برافو غنوة تنطلق. برافو عليكي يا غنوة. يلا فريق الأخضر، هي حافظة الأشكال هي تعملهم. آدم ينطلق، غنوة وصلت، توقيتكم بدأ يا شجعان. يلا يلا يا آدم معاكم لسه 20 ثانية. 20 ثانية متأكدة؟ أوكي آدم معاك 20 ثانية، خد وقتك. معاك 10 ثواني، خد وقتك.
عليكم شجعان، تفضلوا عندي يلا. مشاكل اللي واجهتني في اللعبة، الحديد اللي كان حاصلي لصق مع الخيط اللي كان مربوط فيا، ما بغاتش تحل دغيا وتشعلش على الثلج، وغنوة مني وصلت بدا العصالة طلقات الكرونو باش يبدا الوخش وخسرت. اذا خلصنا من اول تحدي من الدورة الثالثة، وكنتوا رائعين وكلكم اشتغلتوا على نفسكم، والنقاط هي 4-2. مين 4 ومين 2؟ الفريق اللي كان عنده نقاط اكتر واللي عمل الاشكال صح واللي فايز بالتحدي الاول فريق الاخضر. فريق الاخضر 4 نقاط، فريق البرتقالي نقطتين. شدوا الهمة، هم ركزوا اكتر منكم وأشكالهم كانت كلها صحيحة، وكمان كان توقيتهم دايماً أسرع. فريق الأخضر كانوا دايماً سريعين عن الفريق البرتقالي. أتمنى أن أنتوا تشدوا الهمة.